الخو تاع حمزه في كيتواجد لا كارب باش نشوف راه هو الطاكسيات. اللهم بارك الاخ حمزه اليوم راه كان عنده حوت واعر اليوم. الخوت حمزه راه كان عنده حوت واعر تبارك الله راه نفض ليه السلعه القاعه القمرون الرايه شويه الفرد. خويا حمزه ديديكاس الله ينورك. خوش الله الى الاخ حمزه انتم حياتي. اليوم اش كان اخويا حمزه جيت معطل؟ اللهم بارك. اه راه جيتي معطل نعطيو لوكاليزاسيون على مراسه صح 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 مليح مليح صح 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 هذا تبع اليوم الثمن زوين 65 درهم ديال الخيط هذا ياك. شوف ما كانش الحوت هوش كاع ما كاين والو الحمد لله خويا حمزه. هذه 370 درهم شوف تبارك الله قداش دابا 2400 والله الا عراضي ياك تستاهل يلا تستاهل الله يكبر بيك. اليوم الرايه 30 درهم الرايه 30 درهم كما صورت لكم ذاك الفيديو الناس كيسولوني ها انتم الخوت. انا رجعت لكم عند الاخ حمزه. السلام عليكم الخوت نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير معكم رضوان فلوق. اليوم جينا عند الاخ حمزه اللهم بارك عنده الجوده. تفرج في الفيديو الصباح الخوت راه جيت لقيت داكشي تبارك الله تنفض المائده ديالو اللي بقى فيها الخوت. عنده شويه ديال الكروفات شويه ديال الرايه شويه ديال القرب واحسن مول الحوت في كازا الخوت من اثمنه وكل شيء. وان شاء الله غتشوفوا معنا لا فيديو تشوفوا معنا السلعه ديالو والكاليتي. ومرحبا بكم والله يسر الجميع وتقاشر ديما معكم. والنمره ديال الاخ حمزه على الشاشه اللي بغى شي كومون تواصلوا معاه كيتواجد باش نشوف لوكاليزاسيون خليتها لكم. وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجه حتى الدويره وهاشتاغ صوبي المهمه ديما قشقاشه. اسماك حمزه الجوده الخوت جوده البريزه البريز البريز 120 درهم كروفيت 60 درهم رايه 30 درهم باقا بريوغ هاي حمزه مرحبا بكم عند اسماك حمزه بوش نشوف ديال السلطان حدا لاكار ديال التران. ومرحبا بالجامع الخوت البركه اللي بقى كتاب دوريت كدا 75 شو 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 الحيبه كلام الصافا انت من الميكرو الصامت ولا ما الصامتاش؟ صافي 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 انا رايح انا رايح خويا حمزه ايوه 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 فيها انا حمزه حي الله يبارك 30 درهم ايوه انا ضربتي على الشال ما قش قش اللهم بارك انا داخل البرصه هنا والله الا داخل البرنه ديال اديك اديك شوار شوار شو القلب كاين اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله لو تكرمناك ايوه هذا تبع ب 65 درهم خويا واش الثمن زوين ولا لا؟ بالنسبه للمواطن دابا 65 درهم في السوق وما غاديش الثمن بلاصتو ما غاديش عندنا شي حوت مصوت كوموند ديال الناس انا مرضي والد هذا لكم كوموند ديال الناس هذا فيه سومو كالامار وكيف باش هاك 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 بغاو البيشو بغاو القط شو القط كيدير؟ هاد الحوت كاع حيدنا ليه السنسول قال لك حيد ليه السنسول اي عمار هذا ديال خونا احمد
تاو العجيل هذا خويا هادو جوج عشاقه هذه بشحال 75 الكيلو بعناه ب 75 اليوم وفي المصاله ديال 100 درهم والله يتفابول اخويا تاخويا لي كوموند ديال الناس هادو كاع مصوبين هذا السومو تبارك الله كيقول لك حمزه الحوت مالحوت احسن واحد في كازا حمزه احسن واحد في كازا كيبيع الحوت اقل ثمن كلشي كياكل احنا جينا دابا كنصور عليكم التنقيه وكلشي داكشي على المباشر اجي عندي هو الدرب ناش اه اخويا اه سوي لا خويا نلعبونا هنا اوكي لا دورمي اخويا اليوم الربع كنا اليوم ما جيت صوت الاخ حمزه ايا الله اللهم بارك السلعه ديال الناس لي كومون يلا كلاص كي كل شاف الثاني كيجمعوا لي كومون ديال الناس لي كومون عاوتاني وكمرو مجموعه الناس اخي حره ماشي راهي حرشه ماشي 3 سنتي انا فوق ديال الاخ حمزه راه اللي بقى كل شيء مشى كلامه مشى مشى جيز بس شويه مرحبا بكم الخوت على اسماء حمزه ميكانيزاسيون باش نشوف شوف هذه ديال السيده جي لي من بولكون هذه مرحبا بها حياتي لا تقد ب 65 درهم الثمن الحقيقه ماشي حمزه الجوده اخويا ما تسقاش الجوده 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 كدمو على خد هذه راهي تباع 30 درهم مليح قرب الله الا قرب الا مليح دابا المشكل اللي طريق قشقشه هو تنقولوا الثمن ما متقبليش الثمن تقول لا شوف فيها نقول الثمن تنستهلك خويا حمزه دابا كاين شي وحدين ما غيحملوكش من الاخر لا عادي هادشي انتقادات في اي حاجه ولكن لا حقيقه كنقولوا الثمن كل نهار ودابا كيما قلتي انت كاين شي وحدين الاثمنه اللي كدير انت ما غيحملوكش بها لا ماشي علاش كدير اثمنه زوينه صالح ديالهم تقول الاثمنه علاش حتى المستهلك كيخرج يقلب على الحوت حاجه غاليه دابا اللي بحال 100 درهم نديو الحوت كنستافدوا منه رخيص ب 600 كيبيع 500 700 سلاح فاسد اخويا حمزه تحياتي لخويا حمزه رجولة معانا الاخ ديالنا الله يكبر بيك المهم الخوت جيو عند الاخ حمزه ومرحبا بكم والجو ما يتم الجو ولا تبارك حمزه